هذا البرنامج برعاية تاكس للمنح الدراسية دونتس تايم. هذا البرنامج برعاية تاكس للمنح الدراسية دونتس تايم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ويتجدد اللقاء معنا ومعكم متابعين منصة الثراء الأفاضل، طلاب طالبات وأهالي محترمين. الليلة معانا أستاذ فخم،
وهو أستاذنا محمد المراجدة، مدرس اللغة الإنجليزية. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيكم كل المتابعين والمتابعات. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. كيف الأعياد معك؟ يعني إن شاء الله يكون عيد عاد جميل على الجميع بإذن الله تعالى. إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم جميع الطاعات. آمين. والصلوات والذكر، ربنا يتقبل منا ويشفعنا بشفاعته. آمين. إخواني وخواتي، الليلة ما بدنا نطيل عليكم، بس أول شغلة حنذكر فيها ضروري المشاركة للبث حتى تربحوا معنا وما تنحرجوا ولا إحنا ننحرج مع بعض، صح؟ 100%. أنا دائما طلاب، أنا دائما بحكي لهم الشير، إحنا بنحكي ليش دائما إحنا بنحكي لهم شيروا، عدا عن اللي هي مسألة الجوائز اللي بنحكيها دائما. أنت شير، أنا بقول لهم كل شير بيفرق في انتشار المنصة. طبعا يعني شير واحد ممكن يفرق في الانتشار بشكل أوسع. سبحان الله، ترى ممكن يوصل، هدفنا نكون على مستوى المملكة بإذن الله تعالى. ممكن يعني سبحان الله يوصل لطلاب هم بحاجة الماسة لأستاذ يفهمهم وهم يفهموا. 100%. طبعا أستاذنا بسم الله ما شاء الله في منصة الثراء على قدر عالي من التفوق. يعني اسمع، بتحط إيديك ورجليك في مي باردة لما بتلاقي أي أستاذ من منصة الثراء بيعطيك. الحمد لله. أهلا وسهلا فيكم جميعا، نكرر ترحيبنا فيكم لأنه فعليا إحنا مشتاقين لكم من زمان، أصلا ما طلعت هيك مقدم. لا بس ما شاء الله عليك، منور ومشرق، منور ومشرق. وجودك ما شاء الله عليك وجود متابعينا يعني. الأفاضل الله يحفظك. جيل 2005، كثير حنحكي 2005 وكثير حنحكي 2006، لأنه بصراحة الآن الضوء مسلط عليكم والفرحة المرتقبة لإلكم احنا بحاجة لإلها اكثر مما انت كطالب بحاجة لإلها. استاذ محمد. نعم. اعطينا هيك. نعم يا قلبي. بدي تحط ايدك على الجرح الخاص بال2005. 2005 طبعا هو جرح، بس ان شاء الله في نهايته فرح. اكيد 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 باذن الله تعالى. شوفوا حبايبنا 2005، طبعا احنا يعني في حلقتنا راح نحكي عن موضوع 2005 ان شاء الله تعالى، حنحكي برضو عن 2006 وراح نحكي 2006 يعني زي كل حلقة، يعني ما راح ننسى حدا باذن الله تعالى. بالنسبة ل 2005 احنا بنحكي عنهم بالبداية لانه امتحاناتهم خلص، نزل برنامجهم وان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله تعالى في امتحاناتهم، ربنا ينجحهم بالعلامات اللي هم بيطمحوا لها. بيطمحوا لها. نعم بالضبط. شوف الان المحاور اللي انا بدي احكي فيها بالنسبة ل 2005 اللي هي كيف الطالب ايوه بده يوصل لامتحانه وهو مرتاح نفسيا. عافية عليك، بالضبط هذا اللي بهم طالبنا الايام هاي. طبعا اخواني، يعني احنا قبل ما نكون معلمين احنا اساتذة، يعني سوري هذا تأثير التوتر عادي أخرى. قبل ما نكون معلمين وأساتذة كنا طلاب وحاسين باللي أنتوا حاسين فيه، فإحنا بنحب نوصل لكم فكرة إنه كيف اشتغلنا في زماننا والحمد لله بدعنا وأنجزنا وخلصنا جامعة الحمد لله. فأرجوكم خذوا بها النصيحة لعل الله وعسى ينفعكم بما تعلمتوا وينفعنا فيكم بإذن الله تعالى. طيب هسا بالنسبة ل 2005 أنا بدي أحكي عن مادتي وأنت تحكي عن مادتك. بصير؟ تمام كذا، أنا مش حكي عن الكيمياء يعني. أنا عرفته عن عرفته عن بس أنا ما عرفتش عن حالي. طيب معلش، معانا الأستاذ فراس أبو دية. لا لا فراس بحب أحكي أخوكم. أخوكم معاكم أخونا فراس أبو دية، مدرس مادة الكيمياء والعملاق في مادة الكيمياء. وأبو دية لديكم، لا خوف عليكم بإذن الله تعالى. لازم بالضبط بالضبط. هو يعني شوف هاي الحلقة هي حوار إن شاء الله تعالى هادف بيني وبين الأستاذ فراس إن شاء الله على إنه كيف نتفوق في مادة الكيمياء واللغة الإنجليزية بالنسبة 2005، كيف يوصلوا امتحانهم مرتاحين، كيف يشتغلوا على المراجعة، شو يشتغلوا في ليلة الامتحان، في صباح يوم الامتحان، خلال الامتحان كيف يتعامل مع امتحانه، وراح نحكي عن 2006 إن شاء الله. شو رأيك نقسمها بحيث إنه الآن شوي فترة راحة، بعدها بصير وقت شوي أصعب، ثم وقت حامي حامي، صح؟ هسه بالنسبة يعني لفترة الراحة قبل الحلقة، أنت بدك تحكي عن موضوع فترة الراحة هذا، أنت تحكي عن الحلقة كم حسبنا كم أسبوع؟ ضايل معانا 11 أسبوع بالضبط، 11 أسبوع للامتحانات. ما تخافوا، إحنا بنحسب، لأنه اسمع المثل بقول لك قيس قبل ما تغيس، إحنا قاعدين بنحسب كم أسبوع ضايل وكم يوم ضايل عشان صحيح. تعرف تقسم موادك عليها وتطلع ناجح بكفاءة عالية. صحيح. ضايل بالضبط 11 أسبوع. يعني بالايام 77 يوم ابتداء من بكره. نحكي عن جيل 2005 احنا عشان امتحاناتهم ان شاء الله. نعم الفتره طيب. هاي
شوف الان هسه فتره تقسيم اللي هي الراحه والفتره اللي خلينا نحكي الدافيه وبعدين الفتره أيوة الحاميه الحالي. هاي انا بدخلك اياها انت تحكي عنها تمام. انا بدي نط مباشره على اللي هي مساله المراجعات والفتره الحاميه وما الى ذلك. يلا سيدنا بصير المايك معك. طيب حرفيا صار عندي المايك. طيب شوفوا 2005 الان احنا حكينا قبل في حلقات سابقه يعني واساتذه كثير تفضلوا في هذا الموضوع بالنسبه للمراجعات. الان مهم جدا انه كل طالب وكل طالبه يعمل له برنامج خاص في المراجعه، وحكينا في حلقه من الحلقات ايضا كيف انك تعمل انت هذا البرنامج وكيف تتوصل له بطريقه سليمه وطريقه انك تقسم ايامك بطريقه كويسه. لكن اللي بحكي فيه الان الطالب حط برنامج مراجعه، انتوا حطيتوا برنامج مراجعه تمام، خصص لا مادة اللغة الإنجليزية كون أنا بدرس لغة إنجليزية أحكي عن اللغة الإنجليزية. وزي ما حكيت قبلا أنا بدي أنقل وجهة نظر المدرسين الموجودين في المنصة كلهم، مش بس وجهة نظري أنا في هذا الموضوع، لأنه قعدنا لأنه إحنا قعدنا وحكينا فيه. إحنا كمعلمين دائما معلمين مادة بنقعد مع بعض وبنحكي فيه كثير في الأمور لأنه أمور الطلاب بتهمنا. الآن اللغة الإنجليزية من المفضل أنك تخصص لها 4 أو 5 أيام على حسب أنت شو مستواك اللغة الإنجليزية، لكن مش أقل من 4 أيام لازم تخصص للغة الإنجليزية تمام؟ مش أقل من أربع أيام. خلال الأربع أيام أنا شو مطلوب مني خلال هاي الأربع أيام كطالب؟ أنا مطلوب مني إني أخلص مادتي من A to Z from A to Z من كم ألف إلى الياء. 10 وحدات من الألف إلى الياء، يعني كل يومين 5 وحدات بغض النظر الان، لانه اشوف انت عندك ما هو الوحده الاولى انت عندك يعني زي ما بيحكوها واضطرونا الوزاره ان نحكيها انها 2/3 المادي تقريبا فعليا، هي فيها 14 قاعده وفيها تقريبا 7-8 قطع قراءه، باقي الوحدات كل وحده فيها قاعده ويا دوب قطعه قطعتين. بتذكر زمان كان يجي القطعه من برا المنهج، هسه لا من داخل المنهج، قطع من داخل المنهج ان شاء الله تعالى. أيوة. يعني ما عليهم خوف باذن الله تعالى، عشان هيك احنا بنحكي ركزوا على القطع وركزوا على القواعد وهاي الامور. الان تقسيم الماده خلال الاربع ايام، شو ادرس اول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم، هذا انا بحب اخليه للطالب. ليش؟ لاني لو بدي احكي له انا ادرس اليوم الاول كذا وادرس اليوم الثاني كذا وادرس اليوم الثالث كذا، هذا من وجهه نظري انا من الشيء اللي بيناسبني انا، صح ممكن ما يناسب الطلاب. فلذلك كل واحد بيقعد بحط لحاله برنامج أقل شيء 4 أيام بالنسبة للغة الإنجليزية، وبيقسم شو هو بده يدرس خلال الأربع أيام بحيث إنه يطلع من المادة خاتمها. طيب بيجيني سؤال بقول لك طب إذا أنا ما لحقت أختم شو أعمل؟ عن جد يعني. إذا أنا ضايل علي مثلا وحدة أو أقل من وحدة أنا ما اختمتهاش موضوع ما أهم شغلة أوعك تسيبها لليلة الامتحان. اسمع التوتر اللي بيكون جواتك ليلة الامتحان ولا بتختم إشي، وهسه بقول لك شو بتسوي بس ليلة الامتحان. الآن ممكن شوف ممكن أنت كلامك رائع، لكن أنا ممكن أختلف معك في نقطة بسيطة اللي هي بالنسبة ليلة الامتحان. أنا إذا أنا ما خلصت في الأربع أيام شو أساوي؟ طب أنا بعد الأربع أيام هاي مثلا أنا ممكن بدي أراجع كيمياء كمثال، صح خصصت 4 أيام إنجليزي بعدين 4 أيام كيمياء كمثال، صح تمام. الآن هل من الصحي إني أنا أخذ من أيام الكيمياء عشان أخلص الإنجليزي وبعدين أروح أخلص كيمياء وإني أنا ملتحق بالكيمياء برضه بعدين تأخذ وتلتحق تأخذ تلتحق؟ لا، اللي بتخلصهوش خلص خليه ليلة الامتحان حتى لو كان كبير. ما حيكون كبير، ما هو إذا أنت حاط برنامج. ليش بحكي هيك بكل ثقة؟ شايفين يا جماعة ليش أنا بحكي بكل ثقة؟ البرنامج ليش أنا بحكي بكل ثقة؟ لأنه أنت لما تحط 4 أو 5 أيام لهذه المادة أنت بذاتك قررت لنفسك أنك تقدر تختم المادة هاي بأربع خمس أيام، يعني بدك تطلع فوق تنزل تحت بدك تختم 4 أيام هذول تحرقها. فإذا ما ختمت ممكن يظل عليك جزئية بسيطة. مش معقول أنا أقول والله بدي أختم هاي المادة بأربع أيام ومادتي 10 وحدات يخلص الأربع أيام ويظل عليه 5 وحدات، معناته أنا مش عارف أنا شو قدراتي، صح ولا لا؟ صح. فعشان هيك إحنا بنحكي ما نخليها للطالب 4-5 أيام لمادة اللغة الإنجليزية كفاية والزيادة إنك تقدر تختم مادتك فيها. هذا بالنسبة للمراجعة الطويلة. وبالنسبة للمراجعة طبعا امبارح احنا عملنا حلقة مع الأستاذ عيسى امبارح كان يحكي عن موضوع المراجعة كيف الواحد ممكن يراجع. والله حكى كلام الذهب الصحيح، مش بس في مادة الفيزياء مادة الأستاذ عيسى، برضو في مادة الإنجليش في مادة الكيمياء في أي مادة. مصادر مراجعتك شو هي؟ بدك أنت تطول الكتاب، الكتاب مصدر مهم، صح لأنه كل أسئلتك من الكتاب وتحديدا السنة في المواد العلمية في المواد حتى المواد الأدبية من يوم يومها أسئلة لغة إنجليزية من الكتاب مغطية، ما بتجيب لك أسئلة برا الكتاب نهائيا. فلذلك أنت مصدرك الأول وهو الكتاب، مصدرك الثاني اللي هي الدوسية اللي موجودة بين إيديك اللي أنت متابع مع مدرس عليها في المنصة مثلا طلابي اللي متابعين معاي، مصدرك الثاني اللي هي الدوسية. طب هل الدوسية تغني عن الكتاب؟
حسب وضعها. يعني أنا مثلا حسب... في الكيمياء بتغني وبزيادة. جميل. لأني حاط فيها كل أسئلة الكتاب وشرح الكتاب وأسئلة الوحد وكل شيء. رائع رائع رائع. بالإنجليش إحنا حاطين أسئلة الكتاب وأسئلة وغيره وغيراته، لكن ومع ذلك أنا بقول للطالب خلي مرجعك الكتاب برضو مع الدوسية. أنا بحكي عن اللغة الإنجليزية. حلو. عرفت؟ مش إنه كل مادة إلها سرها. خلوا بالك. مش إنه ضعفا في الدوسية لا سمح الله، لا بالعكس، دوسية ما شاء الله هاي طلابي بيشهدوا ما شاء الله دوسية رائعة ما بتخرج المي. جدير بالثقة أستاذ محمد. الله يحفظك. لكن هي القضية إنه دائما أبدا خلي كتابك هو المرجعية الأساسية، لأنه أسئلتك كلها من الكتاب موجودة يا ابني يا بنتي. حتى تمام؟ بتذكر زمان لما كان الامتحان حل، ينزل الامتحان الوزاري وإحنا نروح نصحح. لما يجي اللجنة بدها تحط الإجابة النموذجية يكون معهم الكتاب، والفرع اللي بدهم إياه يجي يقول لك هذا الفرع في صفحة على فرض 50، يعني يكتب صح. الإجابة ويكتب لك الصفحة من وين مطيول السؤال ومطيول جوابه. صحيح صحيح 100%. فلذلك لازم الواحد دائما وابدا يكون عندك كتابك، يكون عندك دوسيتك، بعدين بعد ما تخلص أنت كتابك، بعد ما أنت تخلص دوسيتك، تكون متأكد 100% من مراجعتك للكتاب والدوسية. حلو. بتروح إذا في مكثف عندك تقدر تجيبه على المكثف، بتروح إذا المكثف هو زي ما قال أستاذ عيسى امبارح هي مرحلة ثانية وليست أول مرحلة وتعتمد عليه. اوعك تعتمد على المكثف، اوعك طبعا، لانه فعليا اسمع احنا لما بنحط المكثف بنكون في وجهه نظرنا اشياء ما جابتها الوزاره. يعني مثلا انا لما حطيت المكثف تقريبا المكثف بجزء 900 ل 1000 سؤال. لما حطيت المكثف حتقول لي 900 او 1000 سؤال مغطي الماده كلها على عيني وراسي، وحاطنا اكثر من نموذج، لكن عملت فوكس على الاشياء اللي نزلت بشكل جديد للمنهج 100%. يعني الاشياء القديمه حاولت أغض الطرف شوي عنها في بعض الشغلات، إنه خلص سؤال أو سؤالين عنها بكفي، أما الأشياء الجديدة لا، كنت أحط عليها 6 و7 أسئلة بحيث لو شو ما جاب مغطي. صحيح. أما مثلا طالب سايب السنة كلها وجاي يدرس على المكثف ليلة الامتحان، أنا ضدها تماما. لأنه على ما أخذ أنت مش ملحق في إشي، فدير بالك نصائحنا هاي. بعرف اسمع الـ 11 أسبوع أو الـ 77 يوم هاي حتعمل لك الآن ضربة على الوجه، بس الضربة هاي من أخ عشان تصحيك وعشان توعي وعشان تعلمك كيف تقسم وقتك. الله يرضى عليك. بدنا نفرح. تعرف شو يعني بدنا نفرح؟ يعني بدنا نأكل كنافة عضلات. دائما وأبدا نشوف إحنا كمدرسين بنكون قلقانين على طلابنا في نتائج التوجيهي ممكن أكثر من بعض الطلاب نفسهم. صحيح. والله اسمع فينا قلق أكثر. اسمع النحف اللي فيه من قليل. كل سنة بضل على نفس النار. طيب هذا بالنسبة للمراجعة الطويلة. الآن بالنسبة لليلة الامتحان طالب شو يسوي في ليلة الامتحان؟ بالنسبة ل اسمع يا حجي شو بدك تسوي في ليلة الامتحان؟ مادة اللغة الإنجليزية، أنا بدي أحكي عن دراسة. لأن مادة اللغة الإنجليزية العلمي معاهم يوم ونص، وباقي المواد معاهم، باقي قصدي الفروع معاهم يومين ونص. حل. الآن في اليوم ونص بالنسبة للعلمي، أنت في نص يوم تقدر أنت تخلص القواعد اللي موجودة في المادة. اعكف نفسك على القواعد حتى تخلص القواعد في النص يوم. حل. وفي اليوم الباقي بتشتغل على المحفوظات اللي هي خلينا نحكي كيف تتعامل مع اللي هي قطع القراءة والمشتقات والأشياء اللي لازم تنحفظ، وهي الأمور كلها بتخلصها في يوم لأنها أكثر من القواعد هاي. ممتاز. الآن بالنسبة ل الكيمياء شو اسمه الفروع الثانية ونيجي الكيمياء، بالنسبة للفروع الثانية معهم يومين ونص، يعني مبحبحين. حلو. مبحبحين. حلو. بتقدر انت تختم القواعد في نص يوم، تقدر في يوم تختم تلعب بالمادة زي ما بدك، تقدر تختم انت باقي المحفوظات في يوم، تقدر يوم كمان تخصصه لمادة ثانية انت متضايق فيها. ممتاز. وصلت لوين؟ فمعاهم هم بحبوحة من الوقت. ممتاز. بس اهم شيء انه يستغلوا الوقت بطريقة صحيحة 100%. وبالنسبة لمادة الكيمياء اسمع الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعت بالضبط. هي هاي إن شاء الله إنه ما الوقت ما بيقطع حدا. تمام. بالنسبة للكيمياء جماعة الخير، هسا راجع زي ما بدك وحل أسئلة الوزارة زي ما بدك، ليلة الامتحان ممنوع لا تمسك لا كتاب ولا دوسية. شو يعمل؟ طلع كيف هالسر؟ أنا صدمتني. أنت شو يعمل؟ يزد أسئلة وزارة سابقة. أسئلة وزارة سابقة. هاي زيحة كرسي، هاي إذا طلعت بالكاميرا زيحة كرسي. سامحوني. أسئلة وزارة سابقة، انت هيك بتراجع الماده بس باسلوب غير مباشر. رائع. او اللي هي المكثف تبع استاذك، وخلي ثقتك جديره في استاذك
وثقتك جديرة في أساسة منصة الثراء التعليمية كافة. والأهم من ذلك ثقته جديرة بنفسه، لازم يكون هو يكون ثقته عالية في نفسه إنه هو ختم. والله اسمع هذا الجرح اللي أنا بدور عليه. إنه هو ختم أموره تمام التمام، لأنه من غير ثقة والله الواحد بوكل هوا في الامتحان إذا ما كان واثق بنفسه بقدراته أساسا. ترى هاي كثير بلاحظها. ما يروح الامتحان مهزوز. اسمع كثير بلاحظها على الطلاب. يعني اسمع إذا بس طلعت فيه نظرة هيك إنه يعني حتى لو مجاوب صح وطلعت فيه نظرة هيك إنه يعني اسمع بدي اشككه بحاله، بعض الطلاب توقع بتصير مباشره يغير. اكبر غلطه بتغلطها في حياتك تغير اجابتك في الضعده. اول اجابه بتطلع معاك، اول انا دائما ابدا بقولها للطلاب بقول له اول اجابه بتيجي بمخك هي هاي الاجابه الصح، ولا تغيرها ولا تساوم عليها الا اذا تاكدت مليون بالمية انها هاي الاجابه خاطئه او غشيتها وحتطلع غلط. حتطلع غلط، كثير ناس غيرت اجاباتها من غش وطلعت غلط. يا ما صحنا وطلع زي هيك. الان طيب في صباح الامتحان شو نعمل؟ صبح عم الحق. ايوه عادي يشرب قهوته ويروح على الامتحان يراجع. انا ما بفضل غير اذا في مفاتيح يعني رئيسيه، هيك مفاتيح رئيسيه روعة. مثلا انه بس هي يعني نفس. لو مكتوبه على ورقه زي هيك مفاتيح رئيسيه وتروح صح. Just. في صباح الامتحان انا لا اوصي بفتح الكتاب ابدا، اطلع من جو الامتحان كله، خلي المعلومات تتركب في مخك صح، لانه المعلومات في المخ هي بتترتب كلها وقت النوم والصبح بس. فلذلك كل اللي انت درسته كل اللي حشيته في مخك خليه يترتب براحته. في صباحيه الامتحان لا تصيب الكتاب، لا تصيب دفتر، لا تصيب دوسيه، لا تصيب ولا شيء، روح على امتحانك مفرفش مزبط امورك وخلص امورك تمام وثقتك بنفسك تكون 100% 100%. واللي كاتبه ربك بده يصير 100% شئت أم أبي. ولما تدخل الامتحان، دخلنا الامتحان، خلصنا صباح الامتحان، دخلنا الامتحان، بنقرأ الأذكار، بنقرأ المعوذات ما إلى ذلك من الأذكار اللي احنا حابين نقرأها، ندعي رب العالمين. بنمسك الورقة، أول ما تمسك الورقة يا ابني ويا بنتي، أول ما تمسك الورقة اقرأ الورقة من أولها إلى آخرها بشكل سريع، شوف الأسئلة شو ماهيتها قبل ما تجاوب، خلي قلمك على جنب واقرأ الأسئلة وشوف شو ماهية الأسئلة، هل هي أسئلة أنا بداركها بداركهاش، عشان أحدد وين الأسئلة السهلة من الأسئلة الصعبة. أبدأ بالأسئلة السهلة وأروح بعدين للأسئلة الصعبة، وإذا في سؤال أنا ما عرفته بترك مباشرة وبروح على اللي وراء اللي بعرفه. في امتحان الرياضيات إخواني وخواتي امتحان الرياضيات اول ما فتحت الورقه اسمع انصدمت بسؤال، ايش هذا؟ هيك الحرف الواحد هيك سوى، شو هذا؟ لكن سبحان الله ربنا الهمني بنصيحه استاذ، قال لي فراس لو فتحت الورقه وشفت زغلله في عينيك واستصعبت من اول سؤال اقلب الورقه على اخر الامتحان وحل اخر سؤال لاول سؤال. وبالفعل اشتغلت بهاي الطريقه، حليت اخر سؤال، بعديها رجعت رجوع لأول سؤال، سبحان الله أول سؤال طلعت أنا أصلاً حال زيه تني دايخ. هذا في امتحان. إحنا ليش بنحكي دائماً طالب حلو؟ تعرف شو اللي صار معاك أنت وقتها؟ لما توتر اجيت وخوف الرياضيات خلاني زيك غشاوة. لكن لما عكست العملية أنت حليت سؤال كان سهل عليك صح ولا لا؟ صح. فمخه مباشرة ارتاح نفسياً، ارتاح، ريح جسمك، معلوماتك ردت ركزت مرة ثانية صح. ومخك أرسل إشارات إنه لا أنا والله عارف المادة ودارسها وفاهمها صح. فلذلك المخ زيه زي أي عضلة بدك تحميها قبل ما تلعب. نفس القضية المخ ما بزبط تخبطه في سؤال صعب تخربط أمورك كلها صح. بدك من الأسئلة السهلة للأسئلة الصعبة. هذا بالنسبة لـ2005 يا جماعة الخير. تسمح لنا أستاذ محمد نطلع في السؤال عشان ما نطيل عليهم. يلا السؤال وماله يا سيدي، وربحهم الجوائز اللي هم بيستاهلوا. يلا ماله السؤال مستر أنور، أعطينا السؤال الأول إذا تكرمت. طيب عندك سؤال كيميائي اتوقع صح؟ سؤال كيميائي. سؤال كيميائي عندك طالما الكيمياء قاعده هون فلازم يعني هيك نكشه كيمياء. سؤال كيميائي عندك هذا، يلا قول بسم الله. السؤال الاول يعتبر هيدروكسيد الصوديوم بصيغته NaOH مثالا على 1 حمض قوي، 2 حمض ضعيف، 3 قاعده قويه، و4 قاعده ضعيفه. معلش هذا السؤال يعني شو رايك نعيد السؤال؟ اسمع لطلاب التوجيهي يعني قطعات هسه مباشره حيجاوبوني طلاب الاول ثانوي يعني ها بلشت اعطيهم اياها على حصص الزوم. طب انا متاكد مليون بالمية راح يجاوب زوم، احنا بلشنا فيها فما تضيعوها حالكم. والليله ان حصه الساعه 12 حتكون للدكتور احمد ثلجي مدرس اللغه الانجليزيه، والساعه 12:30 لإلي استاذ فراس ابو ديه
حنشتغل فيها كينيا ان شاء الله. جميل جميل. عيد السؤال. عيد السؤال. يعتبر هيدروكسيد الصوديوم بصيغته الكيميائيه NaOH مثالا على حمض قوي ولا حمض ضعيف، قاعده قويه ولا قاعده ضعيفه؟ حلو. يلا نشوف الاجابات سيدنا. الله 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 الله. بلش الطخ سيدي، بلش الطخ. اسمع لا 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 اسمع، من غير من غير غش. انا ما بغشش، انا ما بغشش. ما في ثنتين قويات سيدنا. ما انا عارف ثنتين قويات، هم راح يعرف راح يعرفوا سيدي، راح يعرف. انا متاكد من يوم 100. شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هاي في اجابات ممتازه جدا ما شاء الله. يا اخي ماده الكيمياء ماده جميله، بس انا 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 فهمت الطالب اللي بحط قبل اسمه دال. الله دكتور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب، ان شاء الله دكاتره مهندسين كلهم باذن الله تعالى. طموح حلو ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف الاجابات كيف ما شاء الله، ناس نازلين رش. هذا معقول السؤال سهل؟ لا هم الاذكياء. اعطيهم سؤال حسابي. هم الاذكياء زي ما انا شايفه. كفو، هم الاذكياء. انا طلاب الثراء اثق فيهم في دفاع. انا طلاب الثراء اثق فيهم ثقة عمياء. لا تنسوا المشاركه وايش شير ومشاركة و... شير ومشاركة، هي شير نفس المشاركة. أنت شير ومنشن، شير ومنشن. أيوه. منشن لي هذول الطلاب المخبيين اللي دايرين في السواق هسا أو بيحضروا ريال مدريد. يا أخي أنا مشوف، أنا مدريدي، مدريدي أصيل، مدريدي متأصل. أنا لا كده ولا كده، بس نشوف شو. لا لا لا، أنا مدريدي متأصل. أيوة. زي ما أنا شايفك راح اليوم نتأهل وأمورنا تمام تمام. والله يستر قدام مانشستر سيتي لقدام. هم اليوم مع مين بيلعبوا؟ مع تشيلسي. حاليا قاعدين بيلعبوا الشوط الثاني، والله ما نعرف قديش النتيجه. طمنوني قديش النتيجه يا جماعه اللي بيشوفوا. قديش النتيجه؟ نعتبر هذا سؤال. نتيجه مدريد الله يرضى عليكم قديش؟ اذا ريال مدريد فايز معناته هسه بدي اربحهم استاذ محمد، اذا خسران لا بدنا نخسرهم. ماشي، مع اني والله لا بتابع هيك ولا هيك. لا ضروري يطمنونا على ريال. هلا مدريد يا حبيب. طيب يلا خلينا نشوف لنا حدا هيك مجاوب. المايك معك. شو رايك انا اللي اختار اذا سمحت؟ تبشر، انت ضيفنا. لا يا زلمه، وين كل اصحاب مكان ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. طيب يا جماعه، الاجابه الصحيحه هي قاعده قويه. لما قلت لكم زي هيك مش اني انا والله عندي عضلات، بس انا قصدي قاعده قويه يا جماعه. اوكي طيب، قاعده قويه، قاعده قويه. نشوف هاي هاي معلم. روح شوف. اسمع النتيجه صفار، يعني صفار بعدها. ممتاز ممتاز، متاهلين لهسه. مين اللي طمنا بالله؟ شو اسمه اللي طمنا؟ اللي طمنا يامن. يامن طيب. شوف بارك الله فيك يا يامن، شكلك مدريدي اصيل انت كمان. طيب انا بدي اخذ على الكاميرا، اخذ عشوائي من غير ما اطلع الاسم. ها هاي واحد، هاي اثنين، ثلاث، اربعة، خمسة. وين وقف اسمي؟ على ايوه قلب الحب. هاي سيدرا صرار. بس شيكلنا مستر سيدرا صرار، شيكلنا يا انور. اذا سيدرا صرار عامل مشاركة ما شاء الله مجاوبة، ويعني حرق الفيس. حريق. سيدرا صرار سيدرا صرار طبعا من المشاركات، من اول ما بدانا البرنامج وهي مشاركه قويه ما شاء الله. الله دائما بتعمل شير. الله يفتح دائما ما بدا بتعمل شير امورها تمام. سبحان الله، قاعد اقول دائما تعمل شير، وانور من ورا حكى ايش قال لك هيك، يعني امورها تمام. امورها تمام. مبارك عليك، مبارك عليك يا سيدرا ان شاء الله تعالى. طبعا البطاقه بتكون من اختيارك، سواء مكثف لل2005 او منهاج جديد لل2006 ميم. اللي هو منهج فصل اول. وتنساش اذا بدها كمان دونات تسوي شيء، دونات ستاين. محل دونات ستاين في مركز الشماليه عامل جوائز طبعا. كمان فبتقدر تحكي معهم وصلت برعايه دونات ستاين ومين ثلاث سنين من احد دراسي. يلا ما شاء الله استاذ محمد ما شاء الله. من اللي حكيها؟ من اللي حكيها يا زلمه؟ والله صحيح، صوته هو اللي حكى البرنامج. والله وقعنا في الفخ، احكي لنا اياها بس من غير الكواليس قدام الكاميرا. لا يا زلمه والله تكشف اسرار، تكشف اسرار. طلعوا الابداع في الصوت هذا البرنامج. استغفر الله يا زلمه، بالعكس بالعكس يعني. ماشي حاضر يا سيدي. حاضر. شو هي كانت؟ هذا البرنامج برعايه ايوه هذا البرنامج برعايه تاتس للمنح الدراسيه دونات ستايل. الله عليك ابو المرشد. حبيبي الله يحفظك. طيب نفتح موضوع ال2006، وهذا الموضوع الثاني اللي حنتحدث عنه بعد هيك. حنعطيكم سؤال ثم بنودعكم ونقول لكم كل عام وانتم بخير. الموضوع الثاني خاص بجيل 2006. 2006 اللي ضايعين الان بوجهه نظري، الان ضايعين داير ما بين الاستاذ الفلاني والاستاذ الفلاني والمركز الفلاني والمعلم الفلاني. كل الاحترام لهم جميعا، وكل الاحترام لكم. اختار صح عشان ما تندم ان شاء الله. الاختيار الصح والاختيار الموفق هو بيخليك تحرز اعلى العلامات. ونصيحه اخ ما تظل تقلب، يعني خلاص شفت استاذ
عجبك أسلوبه اربط معه وقول يا رب، وحط أملك عند رب العالمين ثم في الأستاذ. صحيح صحيح، غض النظر سواء أنا أو غيري، يعني سواء الأستاذ محمد المراجدي أو غيره. صحيح، كل سنة خير وبركة ما شاء الله. يعني الله طبعا اسمع. طبعا يعني كثير شايفها الآن وبصراحة مستفزيتني. طالما الموضوع موضوع تأسيس، احضر عند الكل. صح، بس تفهم مع واحد خلاص اربط معه 100% 100%، عشان استغل الوقت. اسمعوا في اشياء بقدرش احكيها يعني، اي واحد تفهم معاه اربط معه. ها تفهم معاه. استاذ محمد، شو مجهزنا لجيد 2006؟ 2006 حبايب القلب، انا من لما بلشت المنصه ترى بلشت مع 2006، مبلش معهم الاول ثانوي 2006. ممتاز. من البدايه البدايه هذا معناته انا وياك وشريك مع بعض. بالضبط بالضبط. لا 2006 حبايبي والله. شوف 2006 تجهيزاتهم ان شاء الله تعالى تجهيزات قويه جدا، انا مجهز لهم تجهيزات خرافيه. بدايه من التاسيس عملت لهم تاسيس بطريقه يعني خليني نحكي والله ما شاء الله. اسمع، التاسيس عندكم لعبه، تاسيس طريقه غير عملت لهم ان شاء الله تعالى. تاسيس لعبه بصراحه، تفاعلي بيني وبينهم يعني، بحيث الدوسيه اللي انا حطيتها ما كتبنا فيها كل المعلومات من اولها الى اخرها. حلو. بحيث ان الطالب يحضر عند الحصه واتفاعل انا وياه، اتفاعل انا وياك وحبايبي. يعني لما تيجي تحضر عندي حصه تاسيس، تمسك قلمك وبتحط الدوسيه قدامك، في معلومات انت لازم تعبيها من خلال الحصه، فلذلك بدنا نكون متفاعلين مع بعضنا البعض. حتى بتعرف ترى الطريقه هاي بتعلموا الكتابه وبتحفظوا. طبعا طبعا طبعا، بتفيدوا في على جميع مناحي اللغه، بتفيدوا بجميع مناحي اللغه. فلذلك التجهيز عندنا احنا عاملين لكم دوسيه 2006، يعني ان شاء الله تعالى بعد العيد راح تنطلق هاي الدوسيه باذن الله. ممتاز. دوسيه قويه جدا، صغير عدد صفحاتها، يعني خليني اقول قليل، لكنها زخمه مرتبه، يعني بتوصل بتوصل ان شاء الله تعالى بدايه التوجيهي والاشياء الاساسيه اللي بتفيدنا وبتهمنا في منهاج التوجيهي بتكون موجودة. هاي أول شغلة إحنا محضرينها. ثاني شغلة طبعاً هاي تأسيس راح تنزل على البطاقة، والدوسية في المكتبات حتكون موجودة في كل المملكة إن شاء الله تعالى. هتنزل في قوائم التشغيل الخاصة على اليوتيوب في منصة الثراء التعليمي. 100%. يعني بتفتح اليوتيوب منصة الثراء التعليمية، تروح على خيار قوائم تشغيل وبتلاقي الاستاذ محمد المراجدي والاستاذ فراس ودي. ان شاء الله انا خلصت التاسيس. ممتاز ممتاز. لا لا، انا تاخرت في التاسيس شوي لشغلتين. اول شغله يعني كنت مشغول معاهم في المنهاج الاول ثانوي، ما كنت حابه اتركهم. ثاني شغله يعني هسه شطبت منهاج التصوير الفصل الثاني تقريبا الحمد لله رب العالمين. الاشياء المهمه خلصناها، لان اصلا بعد العيد امتحانات الشهر الثاني فش تقريبا اسبوعين حتبلشوا نهائي. فلذلك انا السبب الثاني تاخرت فيه بالتاسيس، انه انا ما بدي ان نبلش منهاج وتاسيس من الان ونشد حالنا الان وحالتنا حالي ودنيا ودنيا ونوصل ونوصل شهر 7 ولا شهر 8 ولا الهمه نازله وقرفانين المعده. لا، بدنا نبلش بالوقت المناسب مع بعض. فعشان هيك انا اخرت التاسيس قد ما اقدر معاهم، لكن نوعدكم بتاسيس ان شاء الله تعالى من نوع الفاخر على الاخر زي ما بيقولوا. سبحان الله، لانها ماده الانجليزي مكشوفه من قبل السنه. لا والله اضطريت انزلها بدري 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 كمان. لانه سبحان الله عشان هالماده جديده فاكتشفنا فيها اشياء لازم نحكي لكم عنها. يعني حتى من فضل الله من فضل الله توزعت 1000 دوسيه ما شاء الله ما شاء الله. الألفية الثانيه بعد العيد ما شاء الله. يعني اللي ما وصلته دوسيتي شخصيا حتوصلوا وفوقيها حبه نسك، وتواصل معي يعني من هاي قبل هاي ان شاء الله ان شاء الله. شوف في ناس بيحكوا لي بلشنا الشهر الثاني على التعليقات سيد رب، بلشنا الشهر الثاني. صح. الله يوفقكم ان شاء الله تعالى. انا والله ما انا خايف عليكم، يعني بلشتوا الشهر الثاني الان، بلشتوا بعد العيد، الله يكون بعونكم ان شاء الله ويفتح عليكم فتح النبيين ان شاء الله تعالى، ويحفظكم حفظ الملائكه المقربين باذن الله، ويفتح عليكم من واسع ابوابه بالمعلومات وبالاشياء اللي نسيتوها، ويذكركم بالاشياء اللي نسيتوها كلها. مش خايف عليكم اللي متابعنا، والله ما انا خايف عليه. طيب بالنسبه هنحكي عن حصص الزوم. الان بعد العيد شغله ثانيه راح نبلش فيها، احنا تقريبا بلشنا فيها على الخفيف في المنصه عندنا، لكن ان شاء الله بعد العيد راح تكون انطلاقه قويه جدا جدا جدا. راح كل فتره باذن الله راح ينزل، راح نعمل حصص زوم تفاعليه مباشره بينه وبين الطلاب على منهاج التوجيهي في الاشياء المهمه على الخفيفه، يعني اشياء معلومات في المنهاج على الخفيف، اللي لما انت توصل للمرحله القويه تكون هاي الاشياء كلها حاطها في جيبتك، اللي هو
لما تفتح أول صفحة في منهاجك تلاقي الأمور أمورك كلها تمام تمام، ما صرت تتغلب وصرت تدور من أول وجديدة والله وين بدي أدرس هاي وين بدي أدرس هذيك. فحصص الزوم حتكون إن شاء الله تعالى بعد العيد، وحصص مهمة جدا جدا جدا، حتى إن ضروري الجماعة نتابع مع بعض فيها. تواصلوا تتواصلوا على الواتساب على رقم الأستاذ عشان لما بيعمل الحصة يبعث لكم الرابط ومباشرة تفوت عليه. هاي النقطة اللي أنا كنت هاي الآن راح أحكي لهم الآن. شوف هاي النقطة اللي أنا كنت بدي أحكي فيها الثانية اللي هي جروبات الواتساب. الآن كل أستاذ فينا عنده جروبات واتساب. أنا عندي ذكور للإناء ذكور عندي جروب للذكور وعندي جروب للإناث منفصل، تمام، جروبين منفصلات على رقم الواتساب 07 8 2 54 7 56 07 8 2 54 56 هذا رقمي، ابعثوا لي على الرقم على أساس تدخلوا معي الجروبات، لأنه بعد العيد مبلشين مرحلة قوية بإذن الله تعالى في اللغة الإنجليزية، بحيث توصل مرحلة التوجيهي. يا جماعة الخير أوعدكم بإذن الله تعالى للي بتابع معي أول بأول بحذافير المادة بالدوسية بالبطاقة بالتأسيس بكل شيء من الألف إلى الياء، بوصل مرحلة التوجيه بإذن الله، وهو أو هي مرتاحين جدا وبشعروا مادة اللغة الإنجليزية مادة سهلة زي كرجة المي إن شاء الله. هذا وعد مني يا رب، يا رب بإذن الله تعالى. الله كريم وربنا يوفقهم إن شاء الله جميعا. ناخذ السؤال الثاني. السؤال الثاني عشان يلحقوا المباراة ويسمعوا يلحقوا الأجواء السوق. يلا ماشي. السؤال الثاني طبعا هو سؤال له علاقة في اللغة الإنجليزية. شوفوا في إذا بتعرفوا شكسبير كثير بيحكوا عنه شكسبير، صح ولا لا؟ لأن شكسبير هو أديب من أدباء اللغة الإنجليزية وكان له تأثير كبير في اللغة الإنجليزية، وبحيث إنه أضاف على اللغة الإنجليزية كلمات هو أضافها، إلى الآن إحنا بنستخدم بعض هالكلمات هاي في لغتنا. حلو. لحد يعني أضاف عدد من الكلمات، عدد لا بأس فيه، عدد لا بأس فيه. حلو. بحيث إنه مسموه أبو اللغة. لأن شكسبير عندهم أبو اللغة. نعم. السؤال والله عقدنا في الجامعة بس شو بدك تساوي. بقول لك كم مصطلح أضاف شكسبير للغة الإنجليزية، كم مصطلح أضاف شكسبير للغة الإنجليزية، يعني كم كلمة أضاف شكسبير للغة الإنجليزية. الخيار الأول 2000 كلمة، الخيار الثاني 3000 كلمة، الخيار الثالث 4000 كلمة، والخيار الرابع 5000 كلمة. أنا بالنسبة لي ما بقول أضاف كثير، لا ما أضافش كثير، فيلا أنا بستبعدك 5000 من عندي. يلا أنا بستبعد 5000، أنا بستبعد 5000 من عندي. خلص معنا. هو أضاف عدد لا بأس فيه لكن مش 5000، تمام يا جماعة الخير. الله صارت وصلت الإجابة مصطفى. إيش الضبط قاعد معنا؟ شفت وغششني أنت صارت وصليتك. يلا جماعة والله اسمع، والله اسمع مصطفى يعني هو أول واحد ضربت نظري عليه. مصطفى عندك أنت أول واحد جاوب؟ اه والله. وأنا والله مصطفى رافت صح؟ أيوة. أول واحد عندي جاوب مصطفى رافت، بس دقيقة شوي خليهم يجاوبوا، خليهم يعطيهم مجال. في شغلة يا جماعة خير أنا بدي أحكيها، هيك النصيحة بشكل عام يا جماعة، دائما وأبدا أنا المقولة هاي بحكيها وبرجع وبحكيها، من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. مشرقة إن شاء الله. هاي مقولة أنا سمعتها وأعجبتني ودائما وأبدا بكررها للطلاب. البدايات خلوا البدايات قوية يا جماعة الخير، يعني لما أحكي بدايتنا إحنا بعد العيد إن شاء الله تعالى، خلوا البداية هاي قوية مع بعض، خلونا نبلش فيها من البداية إلى النهاية. ما تتحجج وتقول عندي امتحانات شهر ثاني وعندي امتحانات نهائي الأول ثانوي. ما هي دراسة. على فكرة العملية التعليمية مكتملة. يعني اسمع معك من الثاني. أنا بوجهة نظر تاسع عاشر أول ثانوي كلهن عبارة عن مواد توجيهي لكن بشكل شوي أكبر. بالضبط، ما هي دراسة بالنهاية. وفي في في جزء مهم أو خلينا نحكي مفتاح مهم في النجاح، دائما وأبدا الاستمرارية. احنا معظم الناس عندنا، وإحنا يعني معظم مش معظم الأحيان، بعض الأحيان احنا منهم، أنا منهم بعض الأحيان، ما في استمرارية لما تبلش مشروع معين. الآن شو اللي بيميز التاجر الناجح عن التاجر اللي غير ناجح أو الضعيف؟ إنه هذا مستمر بالرغم من إنه وقع أول مرة وقع ثاني مرة وقع ثالث مرة، مستمر نفس الإشي. شو اللي بيميز اللي بتعلم اللغة الإنجليزية واللي بيحكيها هسا؟ يعني إحنا عملنا حلقة أنا والدكتور أحمد الثلجي كانت فل إنجليش، وحكيت للطلاب في نهاية الحلقة بتقدر تحكي إنجليزي أفضل منه. طب شو اللي خلاني أنا أحكي لغة إنجليزية وفي ناس درسوا معاي وبعده بيعرفوش يحكوا إنجليزي؟
الاستمرارية بس والممارسة استمرارية نفس الإشي بينطبق هذا الحكي على الدراسة. بس بلاحظ مجتمعنا يا أخي بيستحي لأنه نسمع مرات هذا الإشي أنا شفته بيستحي إنه يحكي قدام الناس لغة إنجليزية خاصة بأكسنت اللي هي باللهجة إنه والله يصير يتخوت ومش عارف إيش كذا زيك لا هذا إشي هذا إشي الواحد بده يتخلص منه مسألة الخجل لأنه الخجل والتعلم نقيضين أنا بشوفهم الخجل والتعلم لا خجل في العلم أنا بشوف الواحد ما يخجل لما يتعلم الواحد ما يخجل لما يتعلم نهائيا خليهم يضحكوا بالنهاية لما أنت تتفوق وهم ما يتفوقوا من النهاية يضحك أنا اللي بدي أضحك بالنهاية صح ولا لا فهي هاي القضية فخلوا دائما وأبدا عندنا التوكل على الله خلوا عندنا الاستمرارية دائما وأبدا وخلوا بدايتنا محرقة حتى تكون نهايتنا مشرقة إن شاء الله. نأخذ إجابة أنا أخذت الإجابة الأولى أنت خذ والله بصراحة أنا ضرب نظري مصطفى خلاص لزق وين مصطفى أنت حر ها وين مصطفى شوف إجابتك يا مصطفى مصطفى إجابته طبعا الإجابة الصحيحة هي 2000 كلمة شكسبير أضاف للغة الإنجليزية 2000 كلمة ومنهم ما يقارب 1500 كلمة مستعملات إلى حد الآن نعم هاي معلومة هيك يلا على الطاير طب اسمع مصطفى بدي اسالك سؤال ثاني اذا بتجاوب عليه يعني بنربحك اجباري خلاص لك ربح ريال مدريد قديش صارت ريال مدريد يا جماعه شو مصطفى هذا السؤال لمصطفى بس هذا شيء غش شو طيب بينما مصطفى يطمننا على النتيجه عشان نعلنه فائز خليني اقول لكم يا جماعه في شغله حاب استغلها واحكي على السريع انا بعد ان شاء الله تعالى بعد العيد راح ابلش سلسلتين سلسله معلومات اسبوعيه وسلسله معلومات على السريع تمام انا بلشت فيها لكن اوقفتها لانه انشغلنا في اكثر مشاغل في تحضير الدوسيات وما الى ذلك فلذلك راح استأنف هاي السلسلتين ان شاء الله تعالى راح ينزلوا على يوتيوب المنصه وراح ينزلوا على صفحه الفيسبوك تاعت المنصه سلسله اسبوعيه من معلومات بنحكي فيها معلومات مهمه جدا في منهاج التوجيه هاي مخصصه لمنهاج توجيهي وسلسله معلومات على السريع هاي بتنزل كل يومين ممكن ينزل فيديو ان شاء الله تعالى راح نحكي فيها معلومه خلال دقيقه بتهمنا سواء كانت في منهاج التوجيهي او في اللغه الانجليزيه بشكل عام بتفيدنا في السبيكينج في الرايتينج في الريدينج في شو ما كان ان شاء الله تعالى في اللغه الانجليزيه بتفيدنا راح احطها فتابعوا هذول السلسلتين وشيروهم على اوسع نطاق يا جماعه الخير ان شاء الله طيب شو بالله عليك خلينا احول الاختيار عندك والله انا قلبي رهيف ما خلص ما انت عشمت مصطفى يعني ما بزطش كمان ما وين مصطفى هاي الكل بيطمننا ريال اثنين ريال اثنين ريال اثنين الله 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 هلا مدريد هلا مدريد لا والله لو بشجع حدا يعني بتحيز بس لا خلص كونه حكى لمصطفى معلش سامحونا كونه هو الأستاذ اختار مصطفى فمصطفى رافت إن شاء الله تعالى نتأكد إذا مصطفى يعني عامل شير حتى حنان سامحينا براءة يا سيدي احنا خلنا هو احنا اخترنا احنا من الاناث الان نختار واحد من الذكور هذا العدل صح ولا لا والله بصراحه اجب لانه اسمع السؤال يعني 2000 واستغربت انه كيف مباشره طلع الاجابه دليل انه مصطفى متابع ومطلع بالضبط طيب مصطفى رافت عامل شير مصطفى مبارك عليك يا مصطفى عام الشير مبارك عليك يا حبيبي بطاقة 2005 مكثف أو 2006 مادة من اختياره أو من محل دونتس تايم بتقدر أنت تحكي معاهم ووصلوا لك الجائزة اللي عندك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله That's it يعني اسمع دائما النهايات أنا بحبهاش دائما النهايات قاسية أنا اسمع عارف والله بس بجوز إنه هاي آخر حلقة منه علي أنا بطلع فيهم ربنا يكرمكم ويفتحها عليكم ويوسع صدركم للدراسة آمين. وللمعاملات بشكل عام في حياتك العملية وفي آمين. حياتك الدراسية آمين. ما بقدر أقول لكم غير كل عام وأنتم بخير كل إن شاء الله بنعاد علينا وعليكم في السنوات القادمة في أحلى النجاحات في أحلى الفرص وفي أحلى الطاعات أمام رب العالمين آمين يا رب العالمين نشكرك أستاذ محمد على اللقاء الجميل ربي والممتع ربي يحفظك يعني استمتعت والله شكراً وأنا استمتعت والله بوجودك شكراً الله يحفظك شكراً لكم متابعين منصة الثراء وانتظرونا من هون لآخر رمضان إحنا معاكم قلباً قلباً في قلب وكتفاً بكتف أوه كلمة قوية هاي استودعناكم عند الذي لا تضيع ودائعه بارك الله فيكم السلام الله يوفقكم إن شاء الله